لبنان في عاصفة مكتملة، لا حكومة منذ 8 أشهر ولا حل في الأفق. ضغط ترامب على إيران يعني الضغط على أذرعتها وأبرزها حزب الله المتغلغل في الدولة، ولن يقبل بحكومة لا يسيطر على دفتها. نفق الحكومة تقابله الأنفاق الست التي أعلنت إسرائيل عن إغلاقها في لبنان. التوتر يضع لبنان على برميل بارود. وزير المالية اللبناني التابع لحركة أمل حليفة حزب الله فجر برميل بارود آخر بحديثه عن إعادة هيكلة ديون البلاد، ليطلق موجة من الذعر قبل أن يعود ويتحدث عن إعادة جدولة. لبنان مدين بحوالي 84 مليار دولار، قرابة 16 مليارا تستحق هذه السنة. نسبة الدين مقابل إجمالي الناتج المحلي 158%، ثالث أكبر مديونة في العالم والنمو ضعيف. ورغم وضعه الاقتصادي، لبنان يستضيف القمة العربية الاقتصادية بمعضلة. هل يدعو النظام السوري؟ انقسام كبير يفاقمه أن النظام السوري يلتقط أنفاسه، ذلك غير معضلة دعوة ليبيا التي تواجه رفضا من حركة أمل. وأيضا كيف للبنان أن يستضيف قمة من دون حكومة؟ تقرير ماكنزي: اللبناني يمضي وقتا أطول ب50% على الطرقات التي توجد 15% منها في حالة مقبولة. مرتبته 113 من 137 عالميا لجودة البنية التحتية. في قلب العاصفة ضيف أليف مكروه، الخطاب الطائفي الذي يستهر ويقتات على فتات الإخفاقات. هناك من يقول في لبنان أن المشكلة ليست الديون، بل أنه بعد كل الديون ما زال لبنان بحاجة ليطلق ورشة البناء ويستدين من جديد.